هذا الذي هو رسول الله، هذا الذي هو أمير المؤمنين، هذا الذي هو الإمام الحسن، هو الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. لا نتمكن أن نحميه، أن نحمي جسمه الطاهر، ولكننا نتمكن أن نخدمه وهو في غنى عن خدمتنا، كما أن سيد الشهداء كان في غنى عن خدمة أصحابه. كيف نخدمه؟ نخدم دينه، نخدمه لتعجيل فرجه، هذا تمكن. أصلا أنا لماذا أعيش في هذه الدنيا؟ ما هي قيمتي أنا؟ لماذا أنا حي؟ عندي الحياة لماذا؟ لكي أعيش لتعجيل ظهور الإمام، لكي أموت لتعجيل ظهور الإمام. إخواني، نحن نريد تعجيل فرج الإمام، لا تعجيل فرجنا. نحن ندعو لتعجيل فرج الإمام، لا لتعجيل فرجنا. نعم، فرجنا بفرجه، فرجنا بظهوره الشريف، هذا واضح، ولكن تركيزنا ليس على أنفسنا. أنا وأمثالي لا قيمة لنا إلا بالارتباط بهؤلاء الطاهرين صلوات الله عليهم. الذي له قيمة حقيقية اليوم هو الإمام أرواح العالمين فداه. أقول اللهم عجل له الفرج، لا أقول اللهم عجل فرجي. إذا ظهر الإمام يكون الفرج لي، نعم نريد ذلك، من الذي لا يريد؟ ولكن تركيزنا ليس على هذا. اللهم أظهر إمامك لكي يرفع مشاكلنا، لا، نريد رفع مشاكلنا وندعو الله سبحانه وتعالى، ولكن الأساس في دعائنا للإمام دعاؤنا له. الإمام قلبه مجروح، نريد أن يلتئم جرح قلب الإمام. مشاكلي ومشاكل أمثالي لا شيء، أقتل أنا ظلما لا بأس، ليس مهما هذا. بنسبة ذلك الأمر، الأمر الأهم تعجيل فرج الإمام. كلمة واحدة هي هدف مختلف، الكلمة واحدة ولكن الهدف مختلف. أنا أقول اللهم عجل لوليك الفرج لأجلنا، لا، خطأ. لكي يرفع مشاكلنا، خطأ. اللهم عجل له الفرج لأجله، هذا الذي أنت إلهي تحبه، تحبه حبا مطلقا، هذا الذي هو كل شيء اليوم في كل العوالم، هو كل شيء. الإنسان يدعو للإمام ما دام حيا، يدعو للإمام لتعجيل فرج الإمام، لكشف هم الإمام وغمه. الإمام أرواح العالمين فداه يبكي صباحا ومساء لجده، قلبه محترق كقلوب آبائه الطاهرين، متألم الإمام. الإنسان يدعو، أنا أكون حيا فقط وفقط لأجل أنني أدعو، لعل دعاء من أدعيتي، لا أقول لعل، إن شاء الله كلها تكون مؤثرة. دعائي يقدم ظهور الإمام ثانية واحدة، فرضا، فرضا أقول، عظيم، يسوى أن أكون حيا أنا لأجل هذا الشيء. وسعي أيضا، القضية ليست قضية دعاء، نعم الدعاء مؤثر جدا، قضية سعي لقرب الظهور، لتعجيل الفرج للإمام أرواحنا فداه. وفي ذلك فرجنا طبعا،
وأكثر الدعاء بتعجيل الفرج فإن ذلك فرجكم، هو فرج لنا طبعا، ولكن أكثر الدعاء بتعجيل الفرج. الدعاء أن يكون الإنسان يحيا لأجل هذا الشيء، أن يسعى، أن يعمل أي شيء يتمكن من أجل قرب ظهور الإمام. وفي ظهور الإمام الحياة الأبدية، لمن؟ لشخص شخصين؟ لا، لكل البشر. تلك الأيام التي تكون العدالة المطلقة تحكم العالم، لا أقول الشخص لا ينحرف في ذلك الزمن، لا، قد ينحرف، ولكن الانحراف يكون قليلا جدا نادرا، لأن العقول تكتمل، الأمور تتضح، العدالة تحكم، الحاكم يكون إماما منصوبا من قبل الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم، هذه كلمة دعاكم لطيفة طبعا، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم. الله رسول، يجب أن يكون دعاكما أو دعواكم، عفوا، يجب أن تكون الكلمة استجيبوا لله وللرسول إذا دعواكم. الله رسول، لا، إذا دعاكم مفرد، دعا مفرد، كم أنتم جمع. ملاحظة لطيفة هنا، دققوا فيها، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. في الكافي الشريف بسند صحيح على الأصح في تفسير القمي، وتعلمون قيمة تفسير القمي، من أصح المصادر إن لم نقل أصح المصادر الموجودة بأيدينا، في مناقب ابن شهراشو، في غيره، عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام في الكافي، في تفسير القمي رواية أخرى بسند آخر عن الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام، إذا دعاكم لما يحييكم، قال عليه الصلاة والسلام ولاية علي.